هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وزي ما اتعودتوا معانا دايما بنروح للمجتمعات العمرانيه الجديده والاجهزه ورؤساء الاجهزه. ليه؟ اولا بيبقى عندنا شكاوي كتير بتجيلنا في حال بلدنا، وكتير الحمد لله من رؤساء الاجهزه بيستجيبوا معانا. غير التطور بقى اللي بيحصل هناك، جالنا مجموعه من المشكلات بعتناها لرئيس جهاز مدينه العبور، حملات كبيره جدا تمت الصراحه لمجموعه من الاشغالات، ودايما بنحب نسلط الضوء صراحه على الناس اللي بتشتغل. فالمهندس عبد الرؤوف الغيتي متابع شغله من ايام كمان كان في الشروق، هو رجل ميداني بيحب ينزل الشارع يشوف بنفسه يطمن على المدينه بنفسه. كل ثقه في رجالته، بس لما بيكون موجود في الشارع طول الوقت رئيس الجهاز بتفرق كتير جدا. خلينا نتكلم عن الحملات اللي تمت هناك، اخبارها ايه. كان عندهم كمان اعتقد لسه تاجيل في خط غاز، دخل ولا ما دخلش؟ ده اللي كله هنعرفه ان شاء الله من المهندس عبد الرؤوف الغيتي رئيس جهاز مدينه العبور. يا باشمهندس مساء الفل. نطمن كده من حاجه، انا عارف انك قمت بمجموعه حملات مكبره لمجموعه من المخالفات والازالات اللي كانت موجوده عند حضرتك في مدينه العبور. يا فندم احنا قمنا بحملات لمكافحه ومقاومه الباعة الجائلين وانتشارهم في المحاور والسواء داخل مدينه العبور. تمام. وان شاء الله احنا مستمرين ومش هنبطل لحد القضاء على هذه الظاهره، يعني ظاهره مش طريفه خالص. صحيح. وتؤدي تزوى النفق الحضاري، والله اعلم هم بيبيعوا ايه اصلا يعني. صحيح. حفاظا على صحه المواطنين وحفاظا على النفق الحضاري للمدينه، ان شاء الله احنا مستمرين ومش هنبطل الا بعد الانتهاء من هذه الظاهره ان شاء الله. احلى حاجه حضرتك قلتها مستمرين، لان كتير من الناس والمسؤولين بينزلوا الصراحه ويعملوا حمله واتنين وخلاص، بس هم عندهم من طوله البال الصراحه البائعه الجائلين ان هم يرجعوا تاني. فطول ما حضرتك حاطط الفكر ده في دماغك يبقى هتنتهي منها باذن الله ان شاء الله. ايه تاني يا باشمهندس من المخالفات اللي كانت عند حضرتك؟ لان انا عارف برضو انك نزلت شمعت محلات، رفعت عدد كهرباء، يعني شلت المخالفه من بابها عشان ما يفكرش يرجع تاني. احنا القانون المجتمعات العمرانيه الجديده قانون حازم. تمام. اللائحه العقاريه بتدينا صلاحيات ان احنا نكافح اي مخالفات بتحصل داخل المدن الجديده. تمام. واللي على قصد تغيير الانشطه. تغيير النشاط ده بيحول عقار او شقه من وحده سكنيه لاي نشاط تجاري او اداري بالمخالفه للائحه العقاريه. تمام. احنا بنبدا معاهم الاول بالانذارات او محاضر الغلق والتشميع. تمام. كنوع من التحذير. وبنبدأ عليهم ان في حاله تكرار المخالفه هنضطر اسفين ان احنا نفعل اللائحه العقاريه ماده 16 و17، واللي بتؤدي في النهايه ان احنا ممكن نسحب العقار نفسه ونرجعه للملكيه العامه للدوله. صحيح. طبعا ده اجراء شديد، احنا بنحذر الاول قبل ما ناخد الاجراء ده حفاظا على مصالح الساده المواطنين طبعا. مدينه العبور يا باشمهندس اتفضل. اتفضل. شغالين بقوه في الموضوع ده بالتنسيق طبعا مع شرطه التعمير وشرطه المرافق باسم اسم العبور. تمام. في محاوله جاده للسيطره على الوباء المنتشي لتغيير النشاط، وان شاء الله برضه ما هنستمر في الموضوع والمقاومه والاستكاد كافه الاجراءات القانونيه الحازمه لفرض سياده القانون وهيبه الدوله ان شاء الله في مدينه العبور. مدينه العبور يا باشمهندس فيها كل المستويات، ما بين المستويات المرتفعه جدا والمستويات المتوسطه ومستويات، انك ازاي بتقدر بقى تحسم المخالفه في المستويات دي كلها؟ اعتقد برضه بيبقى عايزه اتقان شويه من حضرتك او استعلامات او حاجات كتير بتحصل اكيد قبل ما بتنزل. الكل امام القانون سواء. هايل هايل. الكبير ده سواء يا فندم، يمكن ما يميزش. تمام. ده موضوع محسوم وده قرار وثقافه، ونحاول نأصلها ان شاء الله في الجهاز الاداري ان شاء الله. بس عاوز اقول ان سيادتك اشرت لموضوع الغاز. تمام. احنا عملنا اجتماعات مكثفه معاهم، وان شاء الله قريبا هنمضي معاهم بروتوكولات لتوصيل الغاز لبعض الاحياء اللي هينتج بعدها مباشره ان شاء الله اعمال رفع الكثافه والرصد في احياء العبور المختلفه ان شاء الله. هو اعتقد مشكله الغاز عند حضرتك في الحي التاسع بس، ولا هي اكتر من حي لسه عند موضوع الغاز؟ لا، هو في اكتر من حي، بس الحي التاسع خلاص احنا ان شاء الله على وشك توقيع البروتوكول، وهنبدا ان شاء الله في اعمال رفع الكفاءه باذن الله قريبا يعني. هل ده باشمهندس ماشي بالتوازي بقى مع المشروعات الجديده اللي بتتم عند حضرتك؟ ما انت عندك برضه شقين، شق مخالفات شغال عليها وعندك كمان مشروعات شغال عليها داخل مدينه العبور. احنا حاليا بنعمل موقف اقليمي كبير. هي. ومن منافذ بيع المنتجات والمصانع وقريبا ننتهي منه. بنعمل مستشفى عام 220 سرير اشتغلنا فيها وبدانا النهارده عملنا الاساسات. هي. تمام. بنعمل مدرسه 33 فصل في
في خدمات كتير احنا شغالين عليه، بنعمل سوق اليوم الواحد بنشطف فيه، بنعمل خدمات كتير قريبه ان شاء الله هتؤدي الى نقله نوعيه في الخدمات المقدمه لقاطين العبور والناس اللي ممكن يجي يستضيفونا في اي وقت للتسوق. يعني سوق اليوم الواحد ده يا باشمهندس هيبقى في الحديث السابق حاليا احنا بدانا رفع كفاءه في مرحله ثانيه وان شاء الله بنضغط على المقاول بحيث مكافاه الاعمال للمرحله الجايه. اهم حاجه برضو ان لازم عنوان المدينه نفسه يكون عنوان له رونق كده وجاذبيه. فبدانا ان احنا نرفع كفاءه المدارس اللي بتاع المدينه، وبدانا بمكتب البيت الرئيسي بتاعنا، تمام، يعني رفع كفاءه واناره ولاند سكيب جديد بحيث يكون المدخل تليق بالمدينه. نعمل حاليا 134 عماره في اسكان اللي ما قولهم، تمام، ان شاء الله نتوقع ممكن نبدا التسليم منهم قريبا في خلال شهر او شهرين، في حاجه ممكن خلال الشهر ده ممكن نسلم بعض الوحدات ان شاء الله، وتقريبا هننتهي من التنفيذ. عندنا اللي بنعمل هايبر كبير طبعا اللي ان شاء الله المشاركه من الهيئه واحده المستثمرين، وان شاء الله قريبا ممكن ننتهي منه في خلال شهرين ثلاثه. هي خدمات كتير شغالين عليها بالاضافه طبعا لاعمال الزراعه والصيانه واللاند سكيب وكده. يعني توقفت عند السوق بس اليوم الواحد ده، ممكن هل باشمهندس يكون حل لبائعه الجائلين الموجود عند حضرتك ان هم يتنقلوا في السوق الواحد ده بدل ما يرجعوا عند حضرتك تاني، فهل يتوفر لهم مكان داخل السوق؟ احنا ان شاء الله بس نخلص الاجراءات ولكل مقام المقام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاج ميداني وبتنزل وبتشوف بنفسك المخالفات او بتشوف نفسك، بس لو في اي من المواطنين عنده من المشكلات بيتجه اللي فين؟ الو انا سامع حضرتك، حضرتك سامعني؟ ايوه معاك يا فندم. بقول حاجه، انا عارف ان حضرتك بتنزل بنفسك تشوف. من الساعه 8 للساعه 10 انا بقابل الساده المواطنين ده يوميا، اسمع شكاهم او مظالمهم. من بعد الساعه 10 لحد الساعه 3 انا في الشارع، ما برجعش من الشارع قبل الساعه 3، بمر على المشاريع كتير او بمر على الاحياء اطمئن بنفسي على سير العمال بالاحياء. بعد الساعه 3 برجع اقابل لو في شكاوى ثانيه من المستثمرين او من المواطنين من 3 ل 5، بعد كده بمضي البوص لحد الساعه 8 بالليل. يعني هايل، شغل محترم جدا ومجهود محترم جدا من مهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينه العبور. بشكر حضرتك جدا، وهنبقى متواصلين مع حضرتك اول باول، اولا عشان نتابع المشروعات اللي بتتم عند حضرتك سواء المستشفى العام او المدرسه اللي موجوده او السوق الواحد هيتم توظيفه ازاي الفتره اللي جايه، الوحدات اللي هيتم تسليمها هنحاول نتابع مع حضرتك اول باول. جميل يا المسؤول فتح مكتبه كمان ان هو يقابل شكاوي او الطلبات كمان، مش شرط يبقى شكاوي، طلبات، لان هو منطقه عنده منطقه تجاريه واستثماريه وعنده شغل كتير، فهيبقى كتير من الناس عايزين يقعدوا مع رئيس الجهاز يعرضوا مشاكلهم، يعرضوا خدماتهم كمان، ممكن يشاركوا ويبقى المجتمع المدني بيشارك معاه، فمكتبه مفتوح. ده شغل محترم جدا، هنحاول نتابع مع المهندس عبد الرؤوف ان شاء الله اول باول باذن الله. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دايو هيكون معانا زميلنا محمود السعيد واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.